جيت الصحة قامت بزيارة هذه المنشآت المهمات الثنتين في قطاع الصحة والدوائي بالذات، المركزية الشراء الأدوية ومختبر مراقبة جودة الأدوية. هذا بناء على تعهدات سيد رئيس الجمهورية اللي أعطي الأولوية للأدوية ومكافحة الأدوية المزورة والأدوية ذات جودة دهنية ناقصة. هذه المنشآت الثنتين هم اللي الركيزة الكبيرة اللي معتمدة عليها الدولة من أجل توفير الأدوية ذات جودة عالية وبأسعار مناسبة. وهذه الزيارة جاءت في وقتها المناسب، حيث أن هنالك بعض من الأقاويل وبعض من الشائعات تتكلم عن جودة الأدوية، وجاءت في وقت مناسب أعطت التعليمات الصارمة لكي كل يقوم بما ما عليه، كل واحد من المؤسسات تقوم بدورها اللي منوط بها عن مركزية الشراء الأدوية عنها تعمل بجدية، ياك ما يبقى دواء خاص وتعود دواء مصادره معروفة وذات جودة عالية. وكذلك المختبر مراقبة جودة الأدوية والمواد في المرصاد في حالة عن خلق هماتية شك في جودة الدواء، والله الرواية يعود هو اللي عنده خبر الفيصل، هو اللي لا يسمح بعد المعايير اللي يعدل التحاليل اللي يعدل، هو وحده اللي قد يقول كان الدواء صالح والله ما هو صالح. ومعالي الوزيرة طلبت من أطقم هذه المؤسسات كاملة أن كلهم يقوم بما يلزم من أجل مكافحة ياسر من الأقاويل، والبيبان أعطت الأمر عن البيبان يعودون فتحة للمواطنين، وحد كامل عنده رواية مشكك في جودة الدواء والله شيء أنهم مستعدين للاستعداد التام غير بدون أن تضيف قوقعة ولا غيرها. هذا نكرروه ونعلوها عن وزارة الصحة. الوزير أعطت التعليمات كاملة عن قطاع الدواء، هو أهم قطاع موجود ولا قاعد في وزارة الصحة، ولكن به اللي يمس من صحة المواطنين، وهذا يعرف حد عنهم اللي مسؤولية الشعب كامل غير بالانضباط. ما هي الشائعات اللي ما عندها أي أصل.